اهلا اهلا احلى سيدات، ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. وكيف ما العاده ما تصوروش حال توحشتكم ورجعت لكم بهذا الفيديو اللي كلها موتيفاسيون بارطاجي معكم فيها اي حاجه كتعاونني في حياتي اليوميه وكتفيدني باش ان شاء الله نحاول انني نوفق ما بين داري خدمتي وليداتي. فاي حويجه كتعاونني كندخل شيء لكم بها نستافدوا مع بعضنا، وهذا هو الهدف. وشكرا لكم على حبكم وعلى الدعم ديالكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. لقيتوني غادي نوجد الخبز اللي غادي نفطر به، خبز اللي هو صحي خالي من الجلوتين، خصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من الجلوتين. الجلوتين انا ما كرهش لو كان نقص منه، سواء الناس اللي عندهم الحساسيه منه او اللي ما عندهمش الحساسيه. انا بزاف تاع الاسئله اللي كيوصلوني خصوصا بالنسبه للناس اللي عاد تبعوني في القناه، علاش انني ناقصه او لا كنقص بواحد الكميه كثيره، يعني الخبز والسكر. الخبز والسكر تنقطعوهم ماشي للعلاج ولكن للوقايه من الامراض، ماشي ولا بدا حتى نكونوا مرضين عاد يعني نلتجؤوا للاكل الصحي. الاكل الصحي خاصنا نلتجؤوا ليه كوقايه من الامراض. وانا كيفاش يعني حتى نهش هاد النهج ديال الاكل الصحي وديال يعني حاولت انني نغير طريقه الاكل ديالي وكيفاش كنشوف الماكله. كنت دائما كنحس بواحد التخمه، كنحس بحال عندي واحد لابول هنايا ديما كرشي منفوخه. المهم كنت كنحس براسي ديما مبرسطه، ديما حاسه بواحد الخمول، ما حاسش براسي مزيان. دونك منين حاولت انني نقص من الخبز الدقيق السكر وحتى الحليب يعني اللي كنلقاو في الاسواق، حسيت بواحد التحسن كثير جدا، سواء في يعني في الصحيحه، سواء في الحركه، سواء حتى في النفسيه. يعني كتحسي براسك حتى التفكير ديالك تيولي نقي، يعني ماشي مبرسطه، يعني حتى سبحان الله حتى الافكار ديالك تيولي عندك واحد التركيز في المهام اللي كتكوني كتقضيها. باكونت ملي كتاكلي السكر بزاف وكتزيدي التقليه عاود بالخبز، كتولي كتحسي بواحد التشتت في الافكار وفي التركيز، لان الاكل المعده راه اوتوماتيكمون تتاثر لينا على طريقه التفكير ديالنا وعلى الدماغ ديالنا بصفه عامه. دونك هادشي علاش احكم دائما سواء الناس اللي هما عيانين او بصحه جيده الحمد لله، حاولوا انكم تعرفوا شنو كتاكلوا، شوفوا اي حاجه كلينه غنعرفوها، يعني نصبروا على وسخته داك التخلاط. الانسان يحاول ما يخلطش بزاف باش يعرف الحاجه اللي كتضره، الحاجه اللي كتجي معاه، الحاجه اللي ما كتجيش معاه، ويحيدوا عليه. يعني الصحه ديالنا ونفسيتنا راه هي كلشي. دونك بالنسبه لهاد الوصفه ان شاء الله انا اليوم غادي نقادها لكم بالبروكولي. غادي تشوفوا البروكولي تقولي ويلي الخبز بالبروكولي وين كيجي غزال بزاف، و يعني خبيز اللي منين تفيقي الصباح غتوجدي خفان زربان، يعني غادي نستعملو غير الميكسور وما كتاخدش بزاف ديال الوقت. دونك اول حاجه خديت واحد نص معلقه ديال البيكربونات دو صود، اللي زدت عليها معلقه صغيره ديال الخل باش هكذا يتفاعلوا على خاطرهم. وخديت الميكسور اللي انا زدت فيه البروكولي، تقريبا واحد زليفه ديال البروكولي اللي ما مسلوق مع حتى شي حاجه، يعني يكون نيء. غادي نزيدوا عليه واحد البيضه، نزيدوا عليه كذلك للامان على ضفت حتى معلقه ديال الخميره، الا كانت عندكم خميره بلديه غادي يكون احسن. وغتبقاو تزيدوا هكذا الشوفان غير شويه بشويه وانتم كطحنوا، لان غادي نضيف حتى واحد شويه ديال الماء حتى تحصلوا على واحد الخليط متجانس. لقيتوني رجعت الخليط هنايا في الميكسور، لان الكاس ديال المولينات معاه كبير وهاد الكميه كانت صغيره لانني درت غير بيضه واحده، فبقى حات ليا لتحت وما بغاتش يتطحن. المهم درته هنا في الميكسور، هذا هو القوام ديالو. دونك غادي نديرو ان شاء الله في هذا المول هذا، تشوفوا شحال زوين كيحمق. غلفتو ديجا بالبابي دو كويسون وغادي ندخلو ان شاء الله الفرن. بالنسبه للخبز ديالنا فانا رشيتو بشويه ديال الزرارع، دخلتو للفران على درجه حراره 160 درجه تقريبا واحد ثلث ساعه ربع ساعه يكون واجد. هذا هو الشكل ديالو، ما تنساوش انكم ديروا خميره الخبز اولا الخميره البلديه يكون احسن، كيجي اكثر من رائع بسرعه، كيوجد وكيجي بنين بزاف. دونك هنا غادي نزيد شويه ديال الجبن، درت الخس، درت واحد لومليت بيضه بلديه، ضفت كذلك لافوكا، هنا حتى دابز ديال التمر،
وها هو الساندويتش ديالي واجد، عرفتي كيجي رائع مغذي وغادي يعطيني لينيرجي باش ندوز النهار ديالي ان شاء الله بكل حيويه ونشاط. شوفوا لي الساندويتش كيفاش جا، والخبيز ديال لاتي جا كيحمقت شويه ديال دابا التمر، عرفتي دابا ديال التمر ديك الحلاوه ديالو مع هاد المكونات كتعجبني. وخلاص انا دابا التمر صراحه نزيدو في لي سالاد في لي ساندويتش، كيعجبني المذاق ديالو، داك لو ميلونج ما بين الحلاوه والملوحه تعجبني بزاف. مهم اول فطير ديالي واجد خفن زربن صحي شبع، وصافي نوجد ليا دابا غير واحد المشروب باش غادي ندوزو ان شاء الله ونكملو لا جورني اونسون. وانا استغليت هاد الوقيت هذا، كنت كنهضر مع اسلام وتنضحك معاه. انا راه كان وليداتي فطروا الصباح، قديت لهم الفطير ديالهم واسلام تيعجبو، ملي كنصاوب هكذا دي بلا ديالي انا كنتفاجئ فيه صراحه لانه كيحمق عليهم. وكما تنقولوا حنا الوليدات بحال كيتاثروا بوالديهم، يعني مع الوقت وليت كنلاحظوا دوك لي بلا اللي كان قاد حتى هو تيبغي ياكلهم، وليت مع الوقت ندخلو شويه بشويه شي حويجه هكا كتعجبو. انا كيموت بالضحك لانني كنت كنسق على شي حويجات هكذا في ليكول وعلى صحابو. هي صراحه قد ما قربنا لينا وليداتنا وتصاحبنا معاهم شي حاجه اللي ما غندموش عليها، والحنان اللي كنعطيو لوليداتنا كلهم متاكدين ما عمرنا وغندموا عليه، بالعكس غادي نجنيو له فخوي ديالو من بعد ان شاء الله. لا كيزاك لو ساندويتش زوين عجبك؟ وي. وشنو هو لو كونسي ديال كوليزا؟ مونجي دي فخوي ديالي قبل ما نكمل معكم لا فيديو، بغيت غير نبارطاجي معكم هاد الاله، درت فيها بزاف ديال الوصفات وان شاء الله غادي نبارطاجيهم معكم. وعاونتني بزاف وعاد، والجوده ديالها داكشي اللي كنت كنقلب عليه هو اللي لقيتو فيها. ولقيت بزاف منكم باغيين يشريوها وكيتردوا في السوق، علاش؟ لان كيلقاو بزاف ديال الماركات. انا اليوم جيتكم بهذه الماركه اللي هي داماي، هي ماركه المانيه اصليه. انا خديت ديال نص كيلو، ديجا شاركت معكم في انستغرام يعني كيلكو غوسات بها، وصراحه رائعه ونفعتني، غادي تخليني انني نزيد نتشجع اكثر على الوصفات الصحيه نحضرهم في الدار، على التوابل نحضرهم في البيوت ديالنا، نطحنوا الزرع ديالنا في البيوت ديالنا، الذرة الدقيق اي حاجه بغيتوها، الحمص يعني الروز، اي حاجه خطرت لكم على بالكم ولكن كتاخذوها من على برا غادي تطحنوها في البيوت ديالكم. راها اوناسي انوكسيدابل بالنسبه للام ديالها، هادو اللي داخل راه اوناسي انوكسيدابل. بالنسبه لهاد الطحانه هادي فانا خديتها افيك سيستيم سيكوريتي، هذا كيخليها انها ما تخدمش حتى كتكون مشدوده، ماشي بحال الطحانه اللي انا كاينه وحده اخرى سان سيكوريتي. هذيك الا كانت محلوله تقدري الا تكيتي على الزر هنايا تقدر تخدم، وصراحه انا هذه كنفضلها اكثر. وراه فيها واحد لو كود برومو اللي صالح من هنا للنهايه ديال الشهر ان شاء الله، اللي غادي نقصوا لكم هما ديجا دايرين 15% بهذا لو كود برومو، اللي غادي نخلي لكم يزيدوا نقص لكم 5%، يعني في المجموع 20%. دونك دخلوا لو سيت ولا الواتساب ديالهم باش تعرفوا على لي بري وتشوفوا معلومات اكثر. الله نشارك معكم كيفاش كننظفوها وكيفاش كنستعملوها هكذا استعمالات متعدده. اول حاجه كنبدا بها هي كنبنس حويجاتي، الحويجات اللي غادي نحتاجهم وسط الاسبوع واللي غادي ياخذوا لي الوقت باش انني نصلحهم الصباح، فانا كنصلحهم هكذا بالنهار وتنعلقهم باش هكذا اي حويجه احتاجيتها ما غاديش تاخذ لي بزاف ديال الوقت، يعني غير غادي نجبد الصباح وغادي نلبس. خصوصا انا دابا الحراره وهذا هاد السريولات ديال لولان ديال الخيط بسرعه كيتكمشوا، ماشي بحال الحويجات ديال الشتاء. وبالنسبه حقا لهذا المصلح هذا
هذا كنت خديته من بيم. البنات اللي قالوا لي واش ما تيفزكش ليك الحوايج، سي فري كيفزك الحوايج في الاول. هادشي علاش انا في الاول ملي كيبدا يدير هاد البخار ديالو يعني كندوزو هكذا على واحد المنديل يكون سامبل ولا شي فوطه ولا حتى كيخرج هذاك البخار ديالو في الاول، ماشي بخار ولكن الماء، هو بحال كيبدا يرش الماء صافي. ومن بعد كنضا نصلح بيه بكل سهوله وكيف يعني. يعني بحال دابا مثلا السروال ديالي انا علقته غير هنايا في العلاقه وغندا ندوز هكذا بسرعه راه غادي يصلح. اللي تيكون هكذا في الويد كيف ما تشوفوا بحال هذا جو بونس راه خيب راه بسرعه. هانتوما شفتوها هي مكمشه من هنايا انا غير مع هذاك البخار بسرعه كي. وكما قلت لكم يعني في الاول قبل ما تبداو تصلحوا به حاولوا انكم تدوزوا على واحد الفوطه ولا هكذا شي حويجه نقيقيه باش هذاك الماء كيخرج في الاول صافي. من بعد راه كيولي تصلحوا به عادي. ملاحظه بالنسبه لي شوميز وسريولات اللي تيكونوا فيهم لي بلي بحال ديال الرجال يعني كتكونوا فيهم هكذا لي بلي من جهه ديال الكوم والسريولات وهذا راه ما يصلحش ليهم، خاصهم الحديده مع الطبله ولا ديهم على برا. اما هذا راه ما يصلحش. كيصلح عاود حتى الا فرشتوا هكذا شي دغا ولا شي حويجه على المطله ديالكم تيجيكم ساهل انكم تصلحوها وهي مفرشه هكا فوق المطله كتجي ساهله. كنت ديجا شاركت معكم هاد لي رونجمون هادو. هادو كنت خديتهم مع هاد لو باكس هذا ديال امات، خصو يكونوا فيهم 6 من هادو وفيهم جوج صغارين اللي تيكون فيهم تقريبا النص. هما هادو تندير فيهم هكذا لي سوبيتمون، المهم اي حويجه غير نقاد الملابس اللي كنلبسهم كل نهار حتى هما غادي نحطهم هنايا، مازال غادي نطويهم ونرجعهم هنا. عندي كذلك هنا الملابس الرياضيه، هادو حتى هما راني صبنتهم غادي نوضعهم حتى ما ننظمهم هنايا، لان تقريبا عندي واحد 3 فوا بار سيمين خاصني ولا بدا نتحرك فيهم باش ما نعكسش، خاص الحويجات يكونوا رقيقين وباش نلقى باش نبدل حتى هما غادي نطويهم ونخليهم هنا. دونك ملي تيكونوا حويجاتنا معلقين قدامنا والحويجات يعني اللي كنلبسهم بواحد الطريقه متكرره في النهار، يعني الملابس الداخليه التقيشرات كلشي مصبن ونقي ومحطوط في بلاصتو، فهاد الشيء تيخلينا يعني ما كان كيخلينا نبعدو من العشوائيه وهكذا يعني كنربحوا الوقت فوالا. يعني ماشي شي حاجه يعني شي معجزه كنديروا، راه المساله اولا السر فقط يعني في التنظيم. انني درت واحد البروغرام نبقى نتحرك تقريبا واحد 3 فوا بار سيمين باش هكا نغونوفلي لينيرجي ونحفز هرمون السعاده كما تتعرف الروتين اليومي ديالنا والاشغال اليوميه ديالنا الخدمه ما بين نفسنا ما بين الدار ما بين وليداتنا، يعني هادشي كيبغي واحد لينيرجي واحد الطاقه كبيره بزاف. فالرياضه من بين العوامل صراحه اللي مهمه وجد مهمه واش غادي نبقى نقول لكم في كل فيديو اللي كتخلي الانسان انه يجدد يعني الطاقه ديالو ابار الاكل. الاكل يعني الصحي هذا الكلام كما قلت لكم دائما تنقول لكم وغنبقى دائما تنقول لكم الاكل الصحي والرياضه مهمين بزاف 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 في الطريقه اللي غادي نعيشوا بها في كل نهار وكيفاش كنفكروا وكيفاش كنتعاملوا مع وليداتنا ومع نفسنا. يعني هادو حتى هما واحد العوامل جد جد مهمه اننا ندخلوهم في نمط العيش ديالنا الا بغينا نعيشوا واحد النمط اللي هو صحي. دونك الحويجات باش ما نبقاش ينعكز ونقول لا راه مازال ما وجدت شي الحوايج صافي ماشي مجموع، انا الصكادو ديالي ديجا حاطاه حدايا، الحويجات هما كاينين غادي نطويهم نوضعهم في هاد لي رونجمون تقيسرات حتى هما الملابس يعني اللي كنحتاجهم هكا كنلبسهم بشكل متكرر كل نهار. في الليل نوجد الصاك ديالي باش غير نجي نلبسهم ونمشي ندير لا مارش ونجي ناخذ لا دوش ديالي. الله ملي كتكوني كديري شي شغل هكذا في الدار وتتقولي نجلس نرتاحي شي شويه، فين كتلقاي راسك هزه التليفون
فين كتقولي ندخل نشوف غير هادي، فين كتلقاي راسك عاوتاني هادي داتك حاجه داتك لحاجه اخرى. بين الحوايج صراحه اللي كينفعوني بزاف انني يعني ما نتعطلش هكا في الشغل ديال الدار ويكفيني الوقت، وانني ما نبقاش هزه التليفون. يعني كندخل كنشوف غير الحوايج اللي انا باغا نقلب عليهم وباغا انا نسمعهم، ماشي مثلا انستغرام ولا يوتيوب ولا كي بروبوزيهم عليا. لا، كندخل كنكتب شنو انا باغا نشوف وتنشوف داكشي اللي باغا انا. لان مثلا في انستغرام اللي كتدخلي تشوفي شي غيل تبقى كيطلع لك غيل فوق غيل، وكتلقي شي باش شي حوايج اللي انت ما باغاهمش، شي حوايج اللي هما تفرضوا عليك انك تشوفيهم صافي، والعقل ديالك تيولي ديما باغي يشوف شنو الجديد شنو الجديد. والمشكل ان في هاد لي ريكومونداسيون تتريكوموندا غير الحاجه اللي ما عندك فيها شيء. وكاين فرق ما بين هاد النقطه وما بين انك انت تدخلي وكتقلبي وكتبغي تشوفي واحد الحاجه اللي انت عندك فيها غرض وعارفه راسك غتستافدي منها. شوفوا داكشي اللي حنا مهتمين به وغادي يعطينا واحد الدفعه ايجابيه ان شاء الله نحو الحياه. والله ديال الدار اللي ما سخيتش في البدايه لالا. وانا جيت نقاد القهوه ديال العشيه اللي ولا بدمنا في العشيه. كيعجبني بزاف هاد الوقت، كنتسناه بفارغ الصبر صراحه، لانه واحد الوقت كنحس بيه بحال كنتلاقى مع راسي مع الروح ديالي. لان النهار كامل الانسان تيكون مفتون، جري ليا نجري ليك، خاصني نقاد هادي نشوف وليداتي شنو خاصهم، داري بزاف ديال المسائل في هاد الجليزه. يعني كنحس براسي بحال كنجلس مع فاطمه الزهراء تيت عطيت، ونهضر انا وياها ونتشاور انا وياها ونقول لها كي دوزتي نهارك، شنو درتي شنو ما درتيش. ايوا هادشي اللي كاين. دونك هاد الجليسه ولا بدا، ودائما يعني من نهار اللي حليت هاد القناه دائما تنقول لكم هاد الجليسه بينك بين نفسك ولا بدا منها، لانها صراحه تتنفع بزاف وكتخليك تعاودي تقادي الورقات ديالك وتشوفي شنو صالح ليك، وتتعاودي تاخدي واحد الطاقه الايجابيه اللي زوينه. ايوا لاله هنايا دخلت الكوزينه، غادي نوجد ان شاء الله الباني دي اسلام ديال الغدا. اسلام تيحمق على لي سالاد سبحان الله، العكس ديال يحيى سيرتو تيعجبو لي بات، كيعجبو الروز، كيعجبو اللحم، الكفته، السوسيس. اسلام ما كيبغيش اللحم بزاف وتيحمق على شي حاجه سميتها الخضراء، الديسير، لي سالاد. فهادشي علاش اليوم جيت نقاد له هنايا الباني ديالو اولا العاده اللانش بوكس ديالو اللي غادي يدي غدا ان شاء الله. لقيتوني هنا هاد لي هادو اللي كنوريكم في الزرق، هاد لي كومبارتيمون كنت خديتهم من ايكيا، وصراحه زوينين. عرفتي انا لابواط ديجا كانت عندي، كانوا عندي واحد الربعه كنت واخداهم العام اللي فات، صراحه الكاليتي ديالهم زوينه. كنت نيت خديتهم من ايكيا، فاش مشيت غير صامو لقيت هاد لي كومبارتيمون كيتباعوا يعني ديالهم، فخديتهم قيلا بواحد 25 ولا 28 درهم وعجبوني. وسيرتو اسلام منين شفتو عجبو هذا صافي، وليت دائما تنعتمدهم ليه هكذا في اللانش بوكس ديالو. دونك انا راني قديت له الروز كما تتشوفوا، يعني الروز راه طيبته بالطريقه العاديه، فيها ورق سيدنا موسى العطريه، ونزلت له معاه واحد الفخيض هكذا محمر في الفران مع التوابل ديالو حتى هما. واخا صراحه هذا الفخيض راه ردوا ليا ما كلاش، يعني فاش صيفط له هذا البوكس هذا ما كلاش ليا الفخيض، كلا غير الروز وكلا هاد لا سالاد صافي. درت له معاه يعني بات، وتبارك الله راه كتهز يعني هاد البواط، يعني واخا تشوفوها هكا راه هزت ليا شليضه، هزت تبارك الله الروز وهكذا. يعني كنحاولوا اننا نوعوا لوليداتنا ما بين الخضره، غير هو الفرق ديال اسلام ويحيى باش تعرفوا راه حنا كنأثروا على وليداتنا بزاف. انا يحيى ملي كان صغير ما كانش كيشوفني كناكل الخضره بزاف، حتى انا كنت لحيمه، كنت كناكل بزاف اللحم، الكفته، الدجاج، قليل فين كناكل الخس ما كانش كيدوز لي. ولكن مع اسلام دابا لحسن حظه انه جاني في هذا الوقت اللي انا يعني قديت الماكله ديالي ودا، فولا كيتاثر بيه ولا حتى هو تيبغي هذا الاكل هذا ولا تيعجبو. دونك باش عرفوا راه حنا اللي كنأثروا في الوليدات ديالنا. وهنا يا لاله كيما العاده وفي كل ليله خاصنا يا لاله نسوسو الكارطابل ونشوفو شنو فيها وشنو اللي مشى وشنو اللي باقي، لا تخص واش باقا فيها شي حاجه ولا لا. عرفتي واخا بدايه العام، يا سلام يا سلام على ديك لا تخص مسكينه كيفاش كتولي. المهم هنا كنخلي اسلام يعتمد شويه على نفسه، واخا تنراقب معاه شي حويجات في الاول، نحفظ معاه شي حويجات هكذا في الاول، وكي من بعد كنخليه يمارس هاد العاده ديال في كل ليله يتفقد يعني الكارطابل ديالو،
نقيها باش ما يبقاش في هذوك الوريقات مكمشين. ولا كانت مثلا نعطيك خيو هكذا عامره بنجاره يخويها يقاد كتوبه ديالو فوالا، يعني نعلموا وليداتنا يعتمدوا شي شويه على نفسهم، يوجدوا حويجاتهم. مثلا انا راه كنوجدلو يعني الحويجات ديالو ديال لا سيمين كامله وتنحطهم له في البلاكار، وسواء انا ولا بابا صراحه، يعني ماشي دائما انا، لان بعض المرات كنكون هكذا مشغوله مثلا بالكوزينه ولا بالطياب ولا شي حويجات هكذا اللي عندهم علاقه بالدار، فكنتعاونوا يعني كيجي راجلي كيوجد لهم هكذا الحويجات مع التقيشرات. غير واحد الملاحظه، عرفتي التقيشرات دائما تناخذوهم ليهم نفس اللون، نفس الموديل. بحال هنا راه خدينا اليوم واحد الباكيه، واحد الباك كامل فيه تقريبا كاملين التقيشرات ديالهم هكا، باش الا تلفات ليا وحده يبقاو ليا الاخرين يتلبسوا مع بعضهم. وهاد القضيه راه نافعاني من شحال هادي، سوا لولادي ولا ليا ولا لراجلي. وهنا راني حاولت انني نقص الكتوبه، عطينا راه لقيت شي كتوبه مازالين، عطيت عييت من نقص ولقيت شي حوايج راه قدامين خاصني نحيدهم نعطيهم الناس اخرين يستافدوا منهم. سقطوا انا كتبه هنا راه مازالين هذا باش نخويو لا بيبليوتيك وتزعود كتيبات اخرين. وصراحه هاد القضيه دي راه دائما تنقولها لكم، الانسان يحاول يخوي قد ما خويتيه، لا تنقطع لك الحوايج ولا الكتوبه، تخلي فقط الاشياء اللي هي مهمه باش هكا تسهل علينا حتى الحياه والتنظيم. والله يعاوننا يا ربي كاملين مع وليداتنا. بقات عندي حتى شي حاجه باش يفطروا وليداتي غدا الصباح، وغادي نوجد لهم ان شاء الله واحد الكيك وباش حتى يديو معاهم حتى الكوتي. ماكم خاوني واحد جوج ديال البنانات اللي طابوا بزاف. انا صراحه البنان اللي كيطيب لي بزاف اولا كيفوت فيه الطيام تعجبني هكذا نقاد ليه، يعني عشي نعاس كنتفاوت في الهضره. وقلت لكم كيعجبني هكذا البنان اللي كيطيب بزاف، سواء كنصوب به كيك او لا مافون، المهم على حسب اللي بغيت، باش هكذا ما تنزيدش وليداتي السكر بزاف. كما تعرفوا البنان يعني ملي كيفوت فيه الطيام يعني كتولي حلو اكثر. غادي نمعكم غير بالفورشيط راه بسرعه يعني كيتسمعكم. عتي عييت باغا فوقاش الناس عتي، ولكن باش مزيان هكذا ملي تتعيي وكتمشي تناسي صافي، ما كتبقايش تفكري هكذا ولا هكذا، صافي كتمشي كتناسي كتحط راسك كتمشي. غنضيف هاد دابا التمر، نزيد واحد الكميه ونكمل التراب. هنا ذوبت الزبده، من الاحسن تكون زبده حيوانيه. غادي نخليها حتى تبرد، عاد غادي نضيفها. تقريبا عندي واحد نص ديال الكاس العنبه او لا كاس ديال الشاي، المهم الكاس اللي غادي تستعملوا به القياس ديال العبارات وديال الدقيق حتى هو اللي غادي تعبروا به. وبالنسبه للدقيق فانا هزات ليا تقريبا جوج كيسان عامرين ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للدقيق الابيض راه تقدروا انكم تعودوا بدقيق القمح الكامل، انا كانت سهله ليا، ولا صراحه بدقيق القمح الكامل كيجي ألذ من الدقيق الابيض. وضفت كذلك جوج اكياس ديال الخميره الحلويات من فئه 7 غرام، وضفت واحد نص كاس، ما وصلش كاع نص كاس ديال الكاكاو المر، وهذا هو القوام. بالنسبه للحبيبات اللي تبانوا لكم راه ديال البنان. بالنسبه للمول فانا دهنته بزبيده ورشيته بالكاكاو المر، وغادي نرشو الكاكاو المر فوالا كيما قلت لكم، وغادي نفرغوا الخليط. بالنسبه للشوفان حتى هو تقدروا انكم تستعملوا عوض الدقيق، وتقدروا انكم تزيدوا تنقصوا الكميه ديال الدقيق على حسب القوام، المهم هذا هو الشكل ديالو. دونك غادي ناخذ واحد شويه ديال الشكلاط، يعني نضيفو من الفوق تي بيبات شوكولا ولا شكلاط الى عندكم هكذا اون طابلي ديال الشكلاط قطعوها وضيفوها. تقدروا تضيفوا مكسرات، انا ضفت هنا شويه ديال اللوز مهرمش. صافي والفران فانا غادي نسخنو على درجه حراره 180 درجه ونخليها تطيب من الفوق ومن التحت تقريبا واحد 30 دقيقة 35 دقيقة هكذا على حسب الفران ديال كل واحد. وشوفوا لي التحفة كي جات، كيجي اكثر من رائع. اللي زوين في هذا الكيك هذا هو انه تيصبر واحد المدة، يعني هو كيبقى يقدر يبقى حتى 4 ايام، يعني كيبقى فتي. شوفوا شحال كيجي رطب، كيجي رائع جدا، وحتى الوليدات كيحماقوا عليه. وليداتكم الا كانوا مولفين السكر بزاف راه هكذا مزيان، كانوا مولفين السكر تقدروا تضيفوا لهم غير شي شويه تزيدوا ديال السكر حبيبات. صافي غادي نقطعوا النار مازال سخون، نخليه غير يبرد وغادي نحطوا ان شاء الله في صحن التقديم.
انا متاكده بان هذا الكيك هذا غادي يعجب وليداتكم بزاف، وعاد وكما قلت لكم بدقيق القمح كيجي اهلد. لقيتوني انا كنقاد الطبيله اي حاجه وجدتها ديال الفطور كنوضعها هكذا فوق الطبيله، الكويسات البلاطو وخا بعض الاشياء اللي كيجيكم بساط راه كيخليونا الصباح نربحو بزاف ديال الوقت والمجهود والستريس، ما كيبقاش بداك جري جري فين هادي فين حطينا هادي، كل حويجه نولفو راسنا وليداتنا نحطوها في البليصه ديالهم باش ما نبقاوش شي سالفين، واي حاجه قدرنا اننا نوجدوها في الليل ونرخفوا علينا يعني الدرك في الصباح فغادي يكون احسن. فوصلنا لغزالات نهايه الفيديو اللي كنتمنى من كل قلبي تكونوا خرجتوا منه بواحد الاستفاده ويكون نفعكم كيف ما حتى انا كنستافد من تعليقاتكم الغزاله والزوينه. فشكرا لكم على حبكم، نضرب لكم موعد فيديو قادم. خليتكم فرحة الله.